مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من قضية اليوم. في هذه الحلقة نتابع معكم ظاهرة الهجرة غير المشروعة، نستطلع آراءكم في كيفية القضاء عليها أو على الأقل الحد منها. أول أمس كانت إحدى حلقات مسلسل ظاهرة هجرة الشباب غير المشروعة إلى الخارج، وتحديدا لدول أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. كان هناك قارب مصري غرق قبالة السواحل الليبية، ونحمد الله على هذه الأنباء التي أشارت إلى أن نجا من هؤلاء حوالي 33 شخصا من بين 40 قيل إنهم كانوا على متن هذا القارب. رغم معرفة من يحاول القيام بهذه المغامرة أن احتمالية نجاته أضعف بكثير من احتمالية تحقيق هدفي في الهجرة وإن كانت بطريق غير قانوني، إلا أن الكثيرين من الشباب المصري لا يزالون يحاولون الهجرة رغم خطورتها. فلماذا يصر هؤلاء الشباب على ما يصفه البعض بقتل أنفسهم؟ وكيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟ قبل أن نتلقى اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة، نتابع بعض الآراء التي رصدها البرنامج في الشارع حول قضية الهجرة غير المشروعة. ازاي نتعامل مع مسلسل الهجرة غير الشرعية؟ هو فندم المسؤول الأول والأخير عن محاولة هروب الشباب من مصر هم الحكومة. طبعا لازم توفر فرص عمل للشباب، شباب كتير عاطل جدا ومفيش فرص عمل وبطالة، فلازم ده طبعا كله يقع على عاتق الحكومة انها لازم توفر فرص عمل للشباب ده. الشباب ده هيعمل ايه طبعا؟ وشايف الشباب اللي راح اوروبا اتغير وضعه الاقتصادي والمالي، فهيعمل ايه يعني؟ يعني الصور اللي شايفها انه دي اوروبا جنه يعني. فده المسؤول الاول والاخير عن الموضوع ده. الحكومه طبعا وزاره القوى العامله لازم، والتوعيه الشامله طبعا من قبل وزاره الاعلام، يعني لازم يكون في توعيه تربويه هدافه توعي الشباب ده بالمخاطر، وانه اوروبا دي مش هي الجنه، هيروحوا هناك برضو يعني هيبقوا الليجل، إقامة غير شرعية، هابوا معرضين لأنهم يتمسكوا ويروحوا السجن ويترحلوا تاني من إيطاليا وأوروبا. فلازم يعني يبقى في توعية. وأنا مش عارف يعني الملف ده الحكومة برضو إلى الآن برغم يعني الشباب ده خسارة، يعني الشباب اللي هو زي الورد ده بيغرق في المراكب في سواحل إيطاليا ومالطا وبنغازي وطرابلس. فلازم يبقى في توعية، يعني لازم يبقى في يعني برامج في التلفزيون، القناة الأولى والثانية. سميها رحلة انتحارية. طبعا الشاب اللي خلاه هو يعني هو عارف إنه ممكن يموت، ايه اللي خلاه يعني ممكن يروح مكان ممكن يموت فيه فعلا؟ هقول لحضرتك، ما هو البطاله الشاب اللي قاعد عاطل حاجه من الاثنين، يعني هو ميت، يعني هو شايف يعني هو ميت يعني، فهيعمل ايه يعني؟ خلاص بقى انا صبرت بعد الثوره، ادينا لينا سنه ونص ما فيش يعني مش شايفينش اي حاجه. ده مسلسل ما قبل الثوره ايضا يعني يعني غير احنا المفروض بعد الثوره يبقى في تغيير، يبقى في توعيه من وزاره الاعلام، توعيه من ناحيه الاسره حضرتك يعني ادله. شكرا يا فندم. قولي لي حضرتك ازاي ممكن نتغلب على مسلسل الهجره غير الشرعيه، شبابنا اللي بيموتوا في البحر؟ والله هي هنا في فرص عمل كتير قوي، بس الشباب تدور وتخرج، ان الوقت الشباب ما عادتش حتى بترضى اي مرتب ضعيف وكده. احنا يوم صبرنا بمرتب ضعيف لغايه ما وصلنا لغايه كده الوقت، وتعيننا وكل شويه بنزيد حاجه صغيره، لكن الشاب دلوقتي طالع 1000 جنيه ما بتكفوش. يعني عنده حق برضه ان البلد دلوقتي اتغيرت غير الاول، ما عادش دلوقتي اي حاجه، كل حاجه ما الشاب مش عارف يتجوز ازاي، مش عارف يعيش ازاي، الشقه دلوقتي حتى ما بقاش عارف يلاقي شقه النظام بمده دوت. فطبعا الشاب غصب عنه، بس من المفروض ان برضه الاهل حتى توعي الشاب وتخليه يصبر حاجة لغاية ما يوصل للي هو عايزه. الله يخليه. خلينا نكلم الشباب. خلينا الشباب تعالى. امبارح سمعت على المركب اللي غرق قبالة السواحل الليبية. ايوه. ايه اللي يخلي شاب يروح رحلة انتحارية، مش رحلة غير شرعية، دي رحلة انتحارية، ايه اللي يخلي الشاب يعمل كده؟ هي أول حاجة عدم كثرة البطالة، كثرة البطالة، وإن مفيش شغل وظروف البلد فيها ووحشة وما فيش شغل للشباب، ما فيش شغل ولا وظائف للشباب. فهو الشاب اللي بيجبره انه يعمل كده ان هو مش لاقي اي حاجة. هو
ظروفه طبعا. ازاي ممكن نقضي على مسلسل الهجره غير الشرعيه؟ هنقدر ان احنا نوفر فرص عمل للشباب البلد تتظبط عشان الاقتصاد يتظبط عشان الناس تشتغل وتلاقي وظائف وكده. ازاي نقضي على مسلسل الهجره غير الشرعيه؟ طبعا بيكون في برنامج طبعا واضح للسيد الرئيس محمد مرسي، ما يقولش برنامج نهضه وما احنا مش عارفين ايه هو يعني، وسيب الشباب يهرب، لان الشاب ده بيهرب او بينتحر. مسلسل يعني خلينا نقول ان مسلسل الهجره غير الشرعيه موجود في النظام السابق والنظام الحالي يعني. احنا بقينا خلاص بقى، ما احنا دخلنا مرحله بقى ثانيه. طب ما احنا نقضي بقى يعني، نحط بقى برنامج نقضي على السلبيات اللي فاتت، مش نقول كده وخلاص. ايه اهم بنود البرنامج اللي يقضي على سلبيه الهجره غير الشرعيه؟ البطاله طبعا، هو الناس بتهرب عشان البطاله، بالاضافه للشباب طمع يعني، ده بيهرب وطمعان لان بيشوف غيره بيعمل ملايين وبيبني فلل وبيبني كذا بطمع، فهو ده الاساس يعني. كمان في عالم بتروح وبتموت وبترجع تاني يعني. انا اعرف ناس عندنا في، انا من البحيره، اعرف ناس بتسافر وولادها بتموت ويود ابنه التاني وابن الاولاني غرق. ها وود عشان برضه عشان خاطر الفلوس. حضرتك يعني تصريح لاحد الناجين بس من حادثه سابقه، قال انا كده كده كنت ميت ميت يعني، انا في البلد ميت ما بشتغلش ما فيش فلوس كده، وكده كده كنت رايح رحله انتحاريه دي ميت. ايه رايك؟ قال طبعا ولا تلقوا بانفسكم الى التهلك بعدكم يعني، ده كده انتحار. معلش في فرق بين ان انت تموت مؤمن وتموت مؤمن بقدرك وفي انت بتنتحر يعني، شيء طبيعي يبقى غلطان طبعا حضرتك يعني. ونتمنى ان ربنا يعدها خير يعني ان شاء الله. شكرا. رايك ايه في مسلسل الهجره غير الشرعيه؟ والله هو مشروع مش كويس، بس هيعمل ايه؟ مش ليه شغل ولا لاقي فلوس يسافر بيه، عشان يعملوا عادي ويسافر بيه بيحتاج فلوس قد ايه؟ بيضطر يسافر باي فلوس يسافر بيها وخلاص، مش لاقي فرصه ثانيه يسافر بيه. مفيش شغل، مفيش. الحل ايه؟ البلد يشوف لها فرص عمل اشتغل، مفيش حل ثاني. الشباب بتقول في فرص عمل بس المرتبات قليله. ماشي، هو المرتب ما يبقى قليل انا هعمل بيه؟ لا مكفي بيت ولا مكفي اسرتي ولا مكفي مصاريف، هضطر اسافر عشان اكفي نفسي. ايه راي حضرتك في مسلسل، ازاي يمكن التغلب على مسلسل الهجره غير الشرعيه؟ دلوقتي بندور ان المستشفيات بقت تعبانه ومفيش شغل للشباب ومن كل ناحيه يعني، مستشفى طب الريش في اطفال بتموت عشان مش لاقي علاج، مستشفى استاذان مبارك. بنتكلم دلوقتي على الهجره غير الشرعيه، ما مشاكل ياما في البلد. احنا عايزين نعرفها برضك نحلها يعني. ما هي دي المشكله اللي عندي، بس لا هي دي المشكله اللي انا عايز اقولها بصراحه. تعرف ربنا لا مستشفيات بقى فيها علاج وشباب بقى كتير قاعد وبقى في شغل والبلطجيه كترت والسرقه كترت وكل حاجه كده. هم دول بس اللي نفسي اقولهم واوصلهم من الرئيس دول. توفير الشغل للشباب دي، ما هو يعني هم مش لاقيين شغل في بلدهم، فعشان كده بيفكروا في الهجره عشان يشتغلوا. شاب اهله صرفوا عليه وتعبوا وشقيوا عشان ياخد شهاده، وفي الاخر قاعد على القهوه وقاعد مع اصحاب ما تعرفيش هم منين او هم مين، معهوش شغل معهوش فلوس واهله مش هيقدروا يصرفوا عليه تاني، فممكن يعمل ايه؟ فكر في الهجره. عايز اسال حضرتك سؤال مبرر يعني، دلوقتي على ما الدنيا ما تهدى بعد الثوره ويتم توفير فرص عمل لكل الشباب الموجودين، هل ده معناه ان انا اروح وانا عارف ان انا ممكن اموت واغرق؟ والله هم حبايبي ما بيبقوش عارفين ان هم هيموتوا ويغرقوا، هم بيقولوا ادينا بنسعى واحنا ونصيبنا، بقول لك نصيبهم. بس هي اصلا حاجه مش صح، هي غلط ومش المفروض ان اي حد. حضرتك ام تقولي ايه للشباب؟ هم اصبروا وان شاء الله مرسي هيوفر لكم شغل، بس انتوا اصبروا عليه يعني، ان شاء الله اللي جاي احسن من اللي عدى، مش هيكون اسوأ من اللي عدى لكن هو احسن من اللي عدى. توفير فرص عمل للشباب وتوسع في الصحراء للزراعيين، الشباب الزراعيين يعني، احنا شباب زراعيين وما فيش مكان نزرع فيه او نشتغل فيه، انتاج مصانع لانتاج حاجات تغليف زراعي كده. احنا عندنا نسبة بطالة يعني عالية جدا، ماشي، لحد ما يتم التغلب عليها، هل ده داعي ان الشباب تروح تحاول تهاجر هجرة غير شرعية وترخي؟ لا طبعا، الكوة العاملة تعمل مكاتب للسفر الخارج للسفر الشباب للخارج حسب التخصصات يعني، وتعمل على كده مكاتب. شايف اللي كان مسؤول عن المركب ده المفروض يتعاقب ازاي؟ طبعا يتحاكم، طبعا يتحاكم حضرتك، طبعا طبعا يتحاكم، ده 40 شاب توفوا ماتوا حرام يعني، يتحاكم تقدم للمحاكمه ويتابعوا الموضوع ده. ماشي. ده راي حضرتك ازاي نحل المشكله؟ نحل المشكله اولا بايجاد فرص عمل للخريجين
دلوقتي الجامعات بتطلع سنويا مليون مليون ونص، كويس. شوفي بقى من سنة 78 لغاية دلوقتي مفيش حد اتعين إلا أصحاب اللي إيه اللي ليهم وسايط، كويس. والعمالة ما الناس شباب قاعدة على القهاوي، لا شغل ولا مشغلة. من الواجب إن الحكومة تدي حتى قروض ميسرة، كويس، وبحيث إن الضمانات ما تحبسهمش، يعني تبقى قاسية عليهم إن هي تحبسهم، كويس. تاني حاجة إيجاد فرص عمل برضه بالنسبة للشركات، ترغم الشركات اللي هي القطاع الخاص على ان هي تاخد جزء من الشباب دي، وكل واحد بحرفته، كويس. نمر التلاتة الاراضي الصحراويه ما تستصلح. حضرتك شايف حل ايه في مسلسل الهجره الغير شرعيه؟ غلط طبعا، لانه مش ماشيين كويسين، لانك عشت عن طريق مش كويس، بس هذا الحل. الحل ايه؟ الحل ايه عشان الشباب دول ما يلجأوش لان هم يركبوا مركب المفروض حمولته 14 يركبوا 40 ويسافروا ويخاطروا بحياتهم؟ ايه شغل؟ عايزين يشتغل ياكلوا عيش، يعملوا يعني ايه؟ هم في كتفه لو تلعيش بس، هذه الحكايه، مش اكثر من كده. تعبانين لا رموا معاهم فلوس ويشتغلوا ومش مشوا، هذا الحل. الحل انك تخلوهم فرص عمل؟ طبعا ده شيء طبيعي. يعني مفيش شغل، ده مبرر ان احنا نروح ونخاطر بحياتنا؟ هو بقى نعمل لهم ايه؟ الشيطان ضحك عليهم، الشيطان ضحك عليهم بس كده. هم لو عايزين شغل هنا ومبسوطين كويس كانوا سافروا، كانوا اشتغلوا قعدوا وقعدوا في مكانهم، بس هذا الحال. هو لازم نوعي الشباب بتاعنا ونقول لهم، نفهمهم ان اللي هم بيعملوه ده كده غلط، ان مصر محتاجاهم، ان مصر يعني محتاجه الشباب دول. يعني احنا كده كده ميتين عايشين في بلدنا. يعني كان في لقاء مع احد الشباب الناجين من نفس المسلسل السابق، قال ان كده كده ميت، ولو تعرض عليا الهجره غير الشرعيه تاني ههاجر برضه. لا ما عندهمش وعي كافي بصراحه، المفروض احنا نوعيهم ونتكلم معاهم ونفهمهم برضه، نخلي الشباب بتاعنا شباب ناضج، نتكلم برضه ونقول لهم ان كده غلط، ان كده مش في مصلحه بلدنا، احنا عايزين بلدنا احسن بلد، ان كده حتى لو الاخبار وصلت لناس تانية قالوا احنا مش متحضرين اكتر من لازم ومش ما عندناش وعي كافي، لازم ناس تتكلم معاهم ولازم يحصل برامج كتيره جدا نتكلم معاهم نقول لهم للشباب دي لازم يكون في وعي عندهم اكتر من كده، ان كده هم عاملين حاجه غلط في حق الشباب كلها وحق مصر كمان. واهاليهم اول حاجه كمان، فين الصبر بتاع اهاليهم وفين اولادهم؟ يعني اهل واللي كان متجوز واللي معاه اولاد واللي باباه ومامته صارفين عليه، حرام ان هم يعملوا كده في حياتهم. قولي لأهاليهم النهارده. أقول لأهاليهم البقاء لله وربنا يا رب يعني يسكنهم أحسن جناته، ومعلش معلش لازم نتكلم برضو معاهم تاني مع حتى الأولاد الباقية ونتكلم ونوعيهم الشباب أكتر من كده. عدم وجود فرص للعمل في مصر، يعني ما فيش فرص عمل في مصر، فلازم ألجأ للسفر اللي بره. حتى لو لقيت فرص عمل موجودة في مصر مثلا مرتب أقل من مستوى المعيشة، ما أعرفش أكون مستقبلي. اكون قاسيه شويه، ده معناه ان احنا نروح ونخاطر بحياتنا ممكن ما نعيش اصلا؟ يعني غير امبارح 39 شاب مصري نيجي واحد بس، يعني في الحاله ديت بقى يمنعوا الهجره الغير الشرعيه يمنعوا. انا بتكلم انت كشاب، ايه اللي بيخلي الشاب ممكن يبيع حياته علشان يروح؟ عدم وجود فرص عمل، ما فيش فرص عمل وعايز يكون مستقبله. ما انا مستحيل ان انا اكون مستقبلي ب 200 جنيه ولا 300 جنيه اقبضهم في اول مشروع. يعني لو انت هتقدم حل دلوقتي ونقدمه لرئيس الجمهوريه هتقول ايه؟ يقفل الهجره الغير شرعيه. يعني ما هي شرعيه، ما هي غير شرعيه اصلا. ما هي غير شرعيه يمنعها خلاص خالص بقى. هي غير شرعيه. الناس اللي بتسافر ازاي ويشوف طريقها ازاي، يمنع الطريق ده. يعمل ايه للشباب علشان ما يلجاوش للهجره؟ يجد فرص عمل. بس اهم حاجه يساوي المرتبات، ما يكونش حد ادنى وحد آراء من الشارع يركز معظمها على ضرورة خلق فرص عمل للشباب، وأيضا أن تكون هناك أجور واقعية تقنع الشباب بالاستمرار في مصر للعمل، إلا إذا كانت هناك فرص مشروعة للعمل في الخارج. نبدأ الآن في استقبال تعليقاتكم ومشاركاتكم معي من كفر الدوار نجلاء عبد الرحمن. أهلا أستاذة نجلاء. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف ترين نجلاء هذا النوع من الهجرة التي ربما يجازف فيها الشباب بأرواحهم من أجل كسب لقمة عيش خارج مصر؟
هو طبعا ده غلط، يا صح الشباب مش لاقيين شغل وكده وبيجروا وبيعملوا، بس ده غلط، هم مش صابرين اساسا. يعني هو محمد مرسي طبعا عمال يعمل حاجات كويسه وكده والمفروض يصبروا، لكن هم مش صابرين، هم عايزين يعني شغل وفلوس وخلاص. جايز كما 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 جاء في التقرير الذي رايناه قبل قليل استاذه نجلاء، العمليه ليست مرتبطه ب هذه السنة أو السنة الماضية، ولكن المشكلة بدأت منذ سنوات طويلة. وما الذي تطلبينه من الشباب؟ الصبر، كن أنه الشاب يصبر 8 سنوات أو 10 سنوات بعد تخرجه، أليس في ذلك صبر؟ آه في صبر، هو بس الصبر إن أنت يعني إيه لما تبدأ في الأول بمرتب قليل في أي شغلانة، المهم مش شغلانة صح، احسن ما تدخل في حاجات غلط تروح تموت نفسك عشان تنتحر عشان خاطر تجيب فلوس. ولكن ربما يكون هناك اغراء بانه ربما الاغراء هنا ربما انه يعني يحصل على كثير من الاموال، يعود ليبدا حياه مريحه. لا بس ده غلط، يعني هو يبدا حياه مريحه مش عارف ان ده خطر اللي هو رايفه دوت. لا هو لما يشتغل بمرتب قليل ويجيب فلوس قليله احسن ما يروح انتحار. طب هو وراه اسره وراه عيال وراه حد عايزه، مش عايز بس فلوسه. انت بتشتغلي يعني يا استاذه نجلاء؟ بس هو يصبر على محمد، على الرئيس محمد مرسي، وان شاء الله هو بيعمل حاجات كويسه، احنا شايفين انه بيعمل حاجات كويسه كتير قوي. انت استاذه نجلاء انت بتشتغلي؟ لا انا فاتحه محل ملابس، يعني حاجه بسيطه كده والحمد لله يعني. طيب هل لديك أنت فرص عمل يمكن أن تساهمي بها لتشغيل شاب أو شابين؟ لا أنا يعني حاجات بسيطة، يعني أنا بسيط يعني مش عالية قوي زي ما أنت فاهم، حاجات بسيطة على قد يعني بنحاول إيه نمشي أمورنا ونمشي نفسنا، يعني أنا مش عالية ده، يعني ماشية بالعافية الحمد لله يعني، بس أول واحد بيحاول طيب. هو يعيش زي الناس وبرضه ما عملش حاجه غلط. شكرا لنجلاء عبد الرحمن من كفر الدوار. معي من الفيوم امير عبد الشافي، اخوه كان على متن هذا القارب المشؤوم. اهلا يا استاذ امير. اهلا بك يا باشا. استاذ امير والله كان ابن عمي انا طلع يوم الجمعه الظهر كده بعد صلاه الجمعه، اها، ولسه عايزين نعرف بس اي معلومات عنه. طيب مش اخوك ده ابن عمك؟ ابن عمي اه، احنا قاعدين في بيت واحد يعني. طيب هل في حد من الاسره سافر مثلا الى السلوم ليكون قريب؟ ليا ابن اخوه في السلوم دلوقتي بكلمه، فبرضه ما عندوش لسه اي خلفيه عن اي حاجه في الموضوع. طيب هل عرفوا ال 33 شاب دول اسمائهم هم مين؟ ماشي. الو الو استاذ امير، فبتصل بيه انا عايز اعرف دي ايه يعني، لو في جديد خبرونا نكلمكم انا كمان شويه. طيب انت منين؟ هل انت من تطون استاذ امير؟ ايه انت من تطون في الفيوم ولا من اي مكان في الفيوم؟ لا انا من طميه. من طميه. من طميه. هل هناك شباب يعني كثيرون سفر؟ محمد اللي هو عنجه ده من جرينا. طيب انا ما اسالك عليها استاذ امير الان، هل هناك شباب كثيرون يسافرون من الفيوم او من طميه بهذا الشكل؟ ومن عندنا من منطقه هنا 5 افراد. 5 في المركب ده بس لوحده؟ في 2 في مركب و2 في مركب. يعني هناك مركب اخر غير اللي سمعنا عنه ده؟ هم في 2 اللي هو فيه ماجد محمود واحمد محمود. ده محمد جمعه اللي هو انجا ده قال لك ايه هم راكم في المركب اللي بعدين. طيب يا استاذ امير، يعني هل بالفعل بعض هؤلاء الشباب عادوا من الخارج بعد المجازفه بارواحهم؟ هل عادوا من الخارج ومعهم ما يكفل لهم حياه كريمه بالفعل؟ لا لسه ما حدش جه، لسه ما حدش. لا فيما سبق بنطمن عليهم، لان يعني هم اللي تايهين في مركب مفقوده دي اللي لسه بنطمن عليها. طيب فانا فكر عندكم معلومات عنها يعني. للأسف الشديد المعلومات التي لدينا تقول أنه نجا من هذا الحادث
33 مصري من أصل 40 كانوا على القارب. نرجو أن يكون ابن عمك من بين هؤلاء الذين كتبت لهم النجاة. أحمد محمود عبد الرحمن وماجد محمود عبد الشافي. طيب أستاذ أمير مخرج الحلقة يبلغني الآن أن هناك حلقة في أحد البرامج التي سوف نذيعها هنا على القناة مع مسؤولين من ليبيا في بنغازي، ربما يعني تكون لدينا معلومات جديدة عن ذلك. شكرا جزيلا لأمير عبد الشافي من الفيوم. معي الآن عبد الصادق من عبدين القاهرة. أستاذ عبد الصادق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ كريم معايا؟ أيوة. أستاذ كريم عرفات مش عبد الصادق. عرفات. عرفات إن شاء الله. أهلا يا أستاذ عرفات. أستاذ عرفات، هل تعرف بعض الشباب الذين سافروا إلى الخارج بهذه الطريقة؟ لا والله ما اعرفهمش، بس هم صعبانين عليا لان هم كلهم اخواتي، يعني كلنا مصريين زي بعض. طيب بماذا تنصح من يفكر في السفر بهذا الشكل؟ انصح الرئيس بتاعنا ان هو يلحقنا كلنا، لان انا شاب زيهم وكنت بفكر ان انا اطلع تعبان، كلنا تعبانين مش لاقيين ناكل، احنا عملنا ثورة عشان نشتغل. طيب يعني استاذ عرفات، بتاعنا ان هو يشوف لنا حل، ان اللي احنا فهمناه حتى بنوكا نازله وحاجات نازله ان احنا نروح نقدم على كرود او اي شيء، مفيش، نروح يقول لك هات موظف. طب احنا كلنا شباب ما لناش موظفين. انت بتشتغل استاذ عرفات؟ والله انا شغال صناعتين ومش شغال ومش لاقي شغل ومتجوز ومعايا اولاد وبنتي داخله الجامعه ومش لاقي. شغال صناعتين؟ راجل دستورجي وراجل سواق ومش عارف اشتغل ولا دي ولا دي، وعايز اصرف على اولادي ومش عارف، وادينا صابرين بصبر الله. مش عارف تشتغل ليه؟ مستنيينها برضه. مش عارف تشتغل ليه؟ مش لاقيين شغل والله يا استاذ كريم، مش لاقيين خالص، وكنت من شباب 28 يناير والله، ومش لاقيين شغل برضه الحمد لله، بس صابرين. طيب شكرا للاستاذ عرفات. استاذ كريم هي بس البلد تفكها علينا يعني يفكوا اهم حاجه البروك اللي هو منزل لنا قروض او عروض لشغل لينا، عايزين موظفين، هنجيب منين موظفين؟ احنا ما لناش موظفين. اللي ليه موظف مستريح في كارد في اي حاجه، ما لهوش موظف ده ميت ميت في الدنيا يعني. هي دي زيادة البلطجة اللي بتدور من الشباب كلها. هذا أستاذ عرفات، هذا يقعد على قهوة ويقعد مع شباب السوق، هذا نداء نوجهه إلى السلطة الجديدة في مصر وللحكومة الجديدة. ربنا يخلينا الرئيس بس يحس بينا وينسى شوية الموظفين دول. طيب شكرا للأستاذ عرفات من عبدين. معي من مرسى مطروح عبد الرحيم عكاشة. أهلا أستاذ عبد الرحيم. أهلا يا فندم، كل سنة وحضرتكم طيبين. وحضرتك طيب. أستاذ عبد الرحيم، يعني أعتقد أن مرسى مطروح ربما تكون مثال لعملية مرور هؤلاء الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا بطريقة غير مشروعة. ما هي تجربتك أنت في ذلك؟ والله يا فندم إحنا عايشين، إحنا أساسا من محافظة سوهاج، بس يعني يعتبر مواليد مرسى مطروح. قاعدين اللي بيطلع ده بيطلع غلط عامة، اللي عايز ياكل عيش هياكل عيش في اي مكان يا فندم، بالقليله بالكثيره هياكل عيش، طلع يطلع ليبيا، وكله بيطلع، الشباب كله بيطلع ليبيا ويشتغل في ليبيا. طيب انت استاذ عبد الرحيم شغال؟ هل تعمل؟ شغالين 100 100، عندي اخواتي برضه في ليبيا شغالين، مش المفروض يعني يمشي ايطاليا ولا يمشي اي مكان تاني، خليك شغال في الوضع العربي كله. طب انت بتشتغل يا استاذ عبد الرحيم؟ ليبيا اي مكان، وطن عربي كويس برضه هيعمل جواز ويطلع، يبقى سهل بالنسبه له ان هو يطلع. استاذ عبد الرحيم انت بتشتغل يا فندم؟ انا معايا 5 اولاد وشغال عامل على دراعي، معايا 5 اولاد والحمد لله رب العالمين، ربنا قدرك عليهم. طب انت شخصيا ما فكرتش تسافر بهذا الشكل؟ لا 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 لا, لا. انا يوم اسافر اسافر دوله عربيه بس، لكن اي دوله ثانيه اوروبيه وبشكل قانوني. وبشكل قانوني يا فندم اعمل باسبوري واطلع اقعد لي سنه اقعد لي 2 3 برضه في وطني العربي، برضه ما مشيش بعيد. طيب استاذ عبد الرحيم، يعني وانت من مرسى مطروح، هل انت تعرف بعض هؤلاء الذين يشجعون الشباب على السفر بشكل غير مشروع؟ والله
يبدو أن الخط قطع. معي من كفر الشيخ فكري أحمد. أهلا أستاذ فكري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ كريم؟ يا أهلا بك يا أستاذ فكري. ما رأيك فيما يحدث بين وقت وآخر وهذه الكوارث التي تحدث لشبابنا الذي يحاول السفر إلى أوروبا؟ والله يا أستاذ كريم حضرتك الشباب هيعمل إيه؟ مش لاقي فرص عمل، هيعمل إيه؟ ده أول سبب. ثاني سبب إن البطالة منتشرة في مصر، ونسبة الفقر في مصر عدى نسبة 30% بين الشعب المصري. هذا أول حاجة. وتاني حاجة عايز أقولها أوجهها للحكومة، لابد أن تقوم بفرض اللي هو القروض الميسرة للشباب، قروض بدون فوائد، هذا أول حاجة، وتكون ميسرة للشباب على مدة مناسبة على أساس ما يستطيع أن يقوم بإنشاء مشروع، يستطيع أن يتجوز، يفتح بيت. أمال ما فيش فرص عمل ولا في قروض، الشباب هيعمل إيه؟ ما قدامه حاجة من الاثنين، لإما ينتحر، خدت بالك، لإما ينحرف، يشوف هيمشي مع أصحاب السوق، هيقعد على القهاوي، هيصيح في الشوارع. سنك كام يا أستاذ فكري؟ من تدخل الحكومة. سنك كام يا أستاذ فكري؟ أنا 30 سنة حضرتك. بتشتغل؟ أنا حضرتك مدرس في التربية والتعليم. المدرسون عادة يحصلون على الوظائف بمجرد التخرج، ولكن المشكلة لا، لو سمحت يا أستاذ كريم، أنا حضرتك متخرج من 2004. نعم. قعدت شغال فترة بالحصة، كنت باخد في الشهر 100 جنيه، قعدت 3 سنين باخد 100 جنيه في الشهر. وبعد كده لقيت عقد مميز 3 سنين كنت باخد 300 جنيه. حاليا بعد الثورة باخد 700 جنيه شامل كل شيء، بس ما ينفعش. انا الحمد لله ربنا كرمني وتعينت، بس في شباب كتير جدا جدا مش لاقي فرص عمل. انا بقول لرئيس الجمهوريه، الراجل الفاضل المحترم اللي انتخبناه وانتخبنا حزب الحريه والعداله، بنقول لهم يا جماعه عايزين نبص للشباب، ما ينفعش كان ان احنا نروح نجيب كارد من صندوق الدولي سليم، واحنا عندنا دلوقتي لسه لغايه دلوقتي ما عملناش الحد الاقصى للاجور، ما عملناش حد ادنى للاجور، ادي اول حاجه. ثاني حاجه، ما عملناش مناطق صناعيه، يعني دي من الحلول برضه. المفروض في كل مدينه من المدن تبع مدينه الحمول كفر الشيخ، طب المفروض يكون في منطقه صناعيه، طيب الشباب تلاقي فرص عمل. امال الشباب هيعمل نتيجه للياس، بيطلع بيهاجر بيموت في البحر. انا واحد زميل حضرتك من مطوبس تبع كفر الشيخ، حاول اكتر من مره ان هو ان حضرتك ان هو يقوم يسافر بطريقه غير شرعيه، وكل مره بيروح مع ناس يجي 30 واحد بيرجع 5 6. هو ربنا كرمه ونجا من المحاوله الهجره غير الشرعيه، ولكن يعني مش كل مره تسلم الجره، في شباب كتير كل يوم بيموت. طيب شكرا جزيلا. حل المشكله دي عن طريق اقامه المناطق الصناعيه، تسليم اراضي زراعيه، قروض للشباب، قروض ميسره، عشان نقضى على هذه الظاهره باذن الله. شكرا يا استاذ فكري احمد من كفر الشيخ. معي من جنوب سيناء الشاذلي. اهلا يا استاذ الشاذلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اعتقد ان سيناء ليست لديها هذه المشكله. لا، هو من صراحة ما عندناش المشكلة، بالعكس احنا عندنا حل المشكلة كلها عامة، يعني ان المشكلة بتتكلم في فرص العمل. ده تقريبا صح كده يعني؟ هذا رأيك، وفرص العمل طبعا مهمة للغاية. فرص العمل ان اللي بيخلي شاب ان هو يبعد عن اهله وعن بيته وعن حاجة، ان هو مش لاقي ياكل او مش لاقي اسلوب معيشة. طيب هل انتم في سيناء تجدون فرص عمل متوفرة تغنيكم عن مثل هذه المحاولة؟ بمعنى في فرص عمل، بس في حضرتك ان جنوب سيناء فيها مصادر دخل ممكن تكفي مصر وبلد جنب مصر، والموضوع اللي بيتكلم فيه تنمية سيناء والناس اللي بتتكلم في تنمية سيناء مش شايفين غير ان هو بس موضوع يعني ما هو الا للشهرة او تقرب للوزارة او تقرب للصورة العامة، لكن تنمية سيناء او كأهل سيناء بيشوفوا حاجة في تنمية سيناء مفيش أي حاجة من الحاجات دي. سيناء فيها موارد كتيرة جدا، يمكن احنا عندنا أربع مدن على
ممكن تشتغل في السياحة، مفيش منهم غير مدينة واحدة كان طبعا النظام السابق قوله كان مركز عليها عشان خاطر مصالحه الشخصية. في عندنا أربع مناطق تانية ينفع تشتغل في السياحة على نفس برضك الخليج، منهم مدينة دهب يمكن المنطقة الأولى في الغطس على مستوى العالم كله. نعم يعني أنا بتكلم حضرتك في المنطقة الأولى في الغطس على مستوى العالم كله. دي مدينة ما فيهاش أي سياحة وما فيهاش التسويق بتاع السياحة في شرم الشيخ فيها نفس المميزات شرم الشيخ. ده بند واحد، غير طبعا الثروات المعدنية غير 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 غير. المشكلة كلها إن اللي بيتكلم عن تنمية سينا لا يفقه شيء عن سينا، يعني هي دي مشكلتنا إحنا. لكن في مصر في حاجات كتير قوي ممكن تشغل شباب، الشباب اللي بدل ما يهاجر ويبقى ما بينه وبين بلده خمس ست ساعات سواء طيران او بحر او 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 ممكن ان هو يجي يشتغل في بلده هنا ويلاقي فرص عمل. بس اللي يحقق فرص العمل دي واللي يعملها، فيا ريت ما يبقاش برضك الرئيس الجديد يعني يبقى نفس الفكر وناس بتتكلم عن تنميه سينا وعن تنميه مش عارف ايه. في مناطق كتير قوي جدا في بلدنا فيها تنميه، بس المفروض ان حتى الراجل الصح في المكان الصح زي ما بيقولوا بالظبط يعني. كلنا امل استاذ شاذلي ان تكون سيناء مصدرا جديدا للعمل والرزق وايضا للتنميه والنمو الاقتصادي في مصر بشكل عام. شكرا جزيلا. معي الان سعد من المحله. اهلا استاذ سعد. الو السلام عليكم. أستاذ سعد، أولا هل يمكن أن تستمع إلي من التليفون وليس من التلفزيون؟ أيوة معك معك. طيب أيوة معك حضرتك. طيب أستاذ سعد، بالنسبة لحضرتك الأستاذ كان بيتكلم على شمال سيناء أو جنوب سيناء للسياحة، فالشاب مننا بيطلع يشتغل ب 200-300 جنيه في الشهر. فمعلش واحد مثلا متجوز أو كده هيصرف 300 جنيه 200 جنيه فاتح بيت، هيعمل إيه بيهم يعني؟ الأستاذ اللي بيتكلم يعني. طيب عموما هو يتحدث بشكل عام أن سيناء هي كنز يعني ربما لم يستغل حتى الآن، وأن جانب من حل المشكلة ربما يكمن في خلق فرص عمل عن طريق مشروعات تنموية، مشروعات سياحية، هناك يعني استغلال الأراضي الموجودة في سيناء أيضا. ولكنه حضرتك أنا معايا دبلون زراعة من 2002 لحد دلوقتي يعني، والدبلون ده يدونا مثلا قطعة أرض أي حاجة في الصحراء هي طبعا إحنا الشباب نستصلحها. طب أستاذ سعد متى تخرجت؟ 2002. ولم تعمل حتى الآن؟ لا ما عملش حد الآن يعني، اشتغلت في الغردقة لمدة سنة 400 جنيه 500 جنيه ما يعملوش حاجة البيت، وأنت عارف يعني شاب زي بيكون شقة بيت أهله مثلا وكده ما يعملوش حاجة مع الشاب يعني. طيب وأنت الآن ماذا تعمل؟ أنا شغال في المحلة، في محل مفروشات يعني، باخد 600 جنيه 20 جنيه في اليوم، أنت واحد زي هيعمل لي 20 جنيه في اليوم يعني. ربنا يوسع عليك وعلينا أستاذ سعد، نرجو أن تجد الفرصة مناسبة لدراستك. نتحول إلى الجيزة. معي من الجيزة محمود حسن. أهلا أستاذ محمود. أهلا وسهلا بك أستاذ كارم، كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيب يا أهلا بي. كيف ترى هذه المشكلة؟ لغاية القصيدة يا أستاذ كارم، وأنا لي الشرف أن أنا من أصدقاء الجزيرة الدائمين ومن المهتمين بالشأن الوطني، وبعتبر أن والله يعني حقيقة ومن قلبي ان كل واحد من المصريين ومسلميهم ومسيحيين هو اخ ليا. فالموضوع ده يعني عبارة عن رد الفعل الطبيعي لمشكلة البطالة، فتستمر الهجرة الشرعية ما دامت توجد نسبة بطالة عالية. واخ كارم حضرتك كنت عارف ان البطالة كانت 14% في انتهاء عهد الرئيس السابق مبارك، ازدادت بسبب الاثار السلبيه للانفلات الامني واستمرار حاله الفوضى وعدم الاستقرار، زادت الى اعلى من في رايي الشخصي 40%. لان انا من العاملين بمجال السياحه، انا مرشد سياحي من سنه 90، انا كنت بادئ شغل وانا عندي 18 سنه في سنه 87، كنت بكسب 600-700 جنيه في الوقت اللي كان موظف الحكومه بيكسب فيه 100 جنيه بالكثير او 150 جنيه بالحوافز. انا كنت عندي 18 سنه باكثر 700 جنيه، كنت بشتغل في معارض البردي في منطقه الهرم اللي هي بتبيع منتجات الاوراق البردي. نعم. المرسومه بصور بتعبر عن الفن المصري القديم للسواح، النتيجه لان انا اتعلمت لغه اسبانيه يعني، حاولت يا استاذ كارم ابقى مميز، اتعلمت اسباني ما اتعلمتش انجليش ولا فرنش،
لان ده ريجولر وده موجود اعداد كبيره جدا من اللي بيجودوها في مصر. انا اتعلمت اسباني في سنه واحده. طيب بتشتغل دلوقتي يا استاذ محمود؟ يعني بكتب 6 أضعاف موظف الحكومه. الحل في حل مشكله البطاله، الحل في عوده الاستقرار الامني يا استاذ كريم. الموضوع كله مترتب على بعضه. الرجال الشرطه الشرفاء اخواتنا المحترمين يرجعوا يشتغلوا بنسبه 100%. البلد تستقر. كان بيشتغل فيه 4 مليون في السياحة، دلوقتي أضيفهم إلى الذين يعانوا من مشكلة البطالة. الحل في الخروج من الصندوق القديم أستاذ محمود. ولكن تقول يعني أنت سريع. تقول أنك تعمل الآن نحصر الأراضي الزراعية اللي في مصر يا أستاذ كارم ونقسمها لقطع 10 أفدان ونمدلها طرق وخط مية ونديها للناس، بس ما نقولش إيه هنوزع 1000 قطعة لأن في 6-7 مليون بيعانوا من مشكلة البطالة. يبقى لقد نفذ رصيده. طيب شكرا للاستاذ محمود. يبدو ان هناك مشكله، لا يستطيع ان يسمعني محمود حسن من الجيزه. معي من القاهره محمد محمود. اهلا استاذ محمد. اهلا بك يا فندم. يا اهلا وسهلا. طبعا انت تتابع معنا هذه الكوارث التي تقع بين الوقت والاخر. الان هناك بعض الانباء التي ارحت القلوب جزئيا بان هناك 33 من هؤلاء الـ40 الذين كانوا على متن القارب المصري نجوا بالفعل. نرجو ان نطمئن على الباقين. كيف تقيم الحلول المعروضة لهذه المشكلة استاذ محمد؟ تمام يا فندم. دلوقتي اول حاجة الموضوع دوت مش اول مره يحصل بالتأكيد. الموضوع ده تكرر وبيتكرر ممكن في السنه مرتين. الجهات الامنيه هنا احط العاطق الاول ومحاسباتهم بالنسبه للسيد مدير امن مطروح، بالنسبه للسيد محافظ مطروح، لان ده المكان الوحيد اللي بيتوجه به العاطلين والبطاله على مستوى جمهوريه مصر العربيه. لا تؤول لهم نفسهم بالاتجاه غير الشرعي عن طريق ان هم عارفين ان هم هيموتوا في بحر، واخد بال سيادتك، هيقعدوا بال3 ايام وال4 ايام في 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 في, في المكان دوت. يبقى دي ناس بيقول لك احنا عايشين كده ميتين ميتين عايشين، مش فارق معاهم حاجه، بيقول لك يا خابط يا خابط بالعربي كده. تمام. يبقى انا هنا بنداء للسيد رئيس الجمهوريه بمحاسبه السيد مدير امن مطروح. طيب استاذ محمد، بمحاسبه السيد محافظ مطروح استاذ محمد، لان الموضوع دوت موضوع بيتكرر في السنه مرتين وثلاثه. ده رقم واحد. رقم اثنين، واخد بال سيادتك، رقم اثنين نعالج الموضوع ده ازاي؟ رقم واحد توفير فرص عمل تتناسب مع الظروف المعيشيه بالحياه اللي احنا فيها حاليا. ما بقولوش حضرتك عينه واديله 2000 جنيه في الشهر، لا، اديله خير الامور الوسط ال 1000 جنيه يقدر يتناسب ويعيش مع ظروف الحياه. اثنين، عايزين نداء مهم جدا الى نظام الى 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 فلول النظام السابق، الانضمام الى مشروع النهضه بقياده السيد رئيس الجمهوريه محمد مرسي بيساعده الراجل ده. الراجل ده احنا كلنا شعب مصر لازم نتوحد ونقيم بمساعده هذا الرجل، لان احنا كلنا شعب مصر، الناس الحره. طيب الناس شكرا شكرا جزيلا للاستاذ محمد محمود. طيب شكرا جزيلا استاذ محمد. كان هذا محمد محمود من القاهرة. نشكر كل من شارك في هذه الحلقة، نشكر أيضا كل من تابعنا، وإلى اللقاء.